بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم حصة تفاعلية من الآية السادسة حتى الآية العاشرة من سورة الغاشية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس لهم طعام إلا من ضريع. ليس لهم طعام إلا من ضريع. إلا من ضريع. إلا من ضريع. ليس لهم طعام إلا من ضريع. لا يسمن ولا يغني من جوع. 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 وجوه يومئذ ناعمة. وجوه يومئذ ناعمة. يومئذ ناعمة. يومئذ ناعمة. وجوه يومئذ ناعمة. لسعيها راضية. لسعيها راضية. لسعيها راضية. لسعيها راضية. في جنة عالية. 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 ليس لهم طعام إلا من ضريع. لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة. لسعيها راضية. لسعيها راضية. في جنة عالية. في جنة عالية. في جنة عالية. مع بعض بالأول. بالأول الآية السادسة. ليس لهم. ليس لا يس وجوه يومئذ لسعيها في جنة. بس من حافظ الآيات؟ من حافظهم غير أحمد؟ من حافظهم غير أحمد؟ يلا يا بلاد. ليس لهم طعام. ليس لهم طعام إلا من ضريع. لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة. لسعيها راضية. في جنة عالية. أحسنت. تستحق أن تأخذ
جائزة. تعال يا بلال، تفضل تفضل يا أحمد، تفضل يا أحمد. خلاص لسمع. غني النون. في جنة عالية. أحسنت، تستحق الجائزة. لسمع عبد الله. وجوه يومئذ ناعمة. وجوه يومئذ ناعمة. كمل. لسعيها. 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 لسعيها راضية. ها. احنا المفروض نسمع من أول إيه؟ ليس لهم طعام، يلا ليس لهم طعام إلا من ضريع. ها كمل لسه ما حفظت. ها ليس لهم اجلس. ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. لا تنزل على السبور. لسع لسعيها تفضل تفضل يا سلطان. اسمع. طعام الا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية. تفضل يا عبد الملك. وجوه بالاول ليس لهم طعام. ليس لهم طعام الا من ضريع، لا يسمن ولا يغني. في تعال خذ جائزة. تفضل يا ليث. انظر إلي، لا تقرأ لا تقرأ. وجوه يومئذ ناعمة. من أول ليس لهم طعام إلا من ضريع، ليس لهم طعام. ها ليس لهم طعام إلا من ضريع. ها ليس لهم طعام. تفضل يا ريان. ليس لهم طعام. ليس لهم طعام الا من ضريع، لا بجوع يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمه، لسعيها راضيه، في جنه عاليه. اخر واحد كان معنا ريان، ونكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هيا الى البيت.